انت عايز تقعد معاهم وهم عايزين يقعدوا معاك. بالظبط. انا عايز اقول لك انا في الكليه ما كنت يعني ما كانش بيجي في دماغي اصلا اسافر بره. الموضوع مش في دماغي اساسا. بص انا في الاول حاجه كان عندي روم ميت كويس احنا يعني روم ميت مصري. احنا كنا ثلاثه ريزيدنتس مصريين في اوت اوف 37 يعني. عرب كتير ومسلمين وفي جوامع كتير. المستشفى بتاعتنا فيها جامع بيتعمل فيه صلاة جمعة. المستشفى نفسها. مرة كنت بتكلم معاك قبل كده كنا اتكلمنا على موضوع الوحدة وان الواحد يقعد لوحده. هل انت حاسس ان دي كانت حاجة نيجاتيف ولا بوزيتيف في حياتك؟ انا مثلا انا اخترت ان انا الفلوس اللي عندي كلها احطها في القصة كويس يعني. في فترة كانت والدتي تعبت في مصر واحتاجت عمليه يعني كبيره يعني كويس. ف الراجل اتكلف فلوس كتير جدا كويس. ف اوكي ماشي. في الموضوع كان لسه كنت لسه في البلاله تماما ما كانش شيء. البلاله كلمه معقده جدا. انا البروجرام دايركتور بتاعي كان يعني بيدور لي على عرايس انت فاهم. لا هو امريكاني صح يعني هو امريكاني هندي يعني. طب هو بيجيب لك عرايس ايه بقى يعني اي واحده عربيه وخلاص ولا كان هو طبعا بالنسبه له عربي مسلم. ف طبعا لو شاف حد محجبه ماشي في المستشفى لازم بيكلمها. هي مشكله بس قفشات الافلام والحاجات اللي موجوده على الانترنت لو انت عايز مش هتفهمها لو مش مصري. مشكله كبيره دي المشكله الوحيده يعني. لما بيكون عندك كلينيكال اكسبيرينس قبل ما بتيجي امريكا ده بيساعدك جامد جدا في رأيي يعني لما بتبدأ الريزنسي بتاعتك. فدي كانت نقطة في صالحي. انا كنت عامل 3 سنين كارديولوجي فموضوع ده هل عامل 3 سنين ميديسن و 3 سنين كارديولوجي وبعدين هيبقى 2 years EP فكده 8 years كل ده بتعمله. فانت المفروض على J1 بالظبط. فانت المفروض مش موضوع انت عشان مش متجوز مش عارف ممكن احتمال بنسبة كبيرة وإن كان برضو اللي أصحابي متجوزين وبيعملوا كويسين برضو كده عشر مرات أيوة يبقى مش هو